I come here with a practical experience of having played against Ali four times, two times in Cairo, two times in South Africa. انا يعني جاي هنا بخبرات ان انا لعبت مع النادي الاهلي مرتين مع النادي الاهلي ومرتين مع منتخب جنوب افريقيا ضد منتخب مصر. And I had a practical experience of Ali as a big club, I mean the club of the century in the continent, and I've seen how big they are outside South Africa, outside Cairo and inside Egypt. وانا عارف نادي الاهلي نادي كبير خبراتي النادي الاهلي نادي كبير وشفته بيلعب ازاي جوه مصر وخارج مصر وهو بيلعب معانا في جنوب افريقيا. Of course I can see familiar faces here that I've interacted with before amongst the journalists. قابلت طبعا انا شايف هنا قدامي وجوه انا يعني معتاد اني اشوفها شفتها قبل كده من الزملاء الصحفيين الموجودين قاعدين. And you have treated me very well with respect and I gave you the same respect back. تتعاملوا معايا باحترام كبير وانا برضو برد لكم الاحترام احترام متبادل بيني وبينكم كصحفيين. Of course it was not easy for me to come to Ali and leave Mamelodi Sundowns that I have so much respect for my team, and I've spent 8 years with Mamelodi Sundowns, and it's not easy just to move away from a team that you spent 8 years with. طبعا ما كانش سهل بالنسبه لي ابدا ان اجي هنا القاهره اماره النادي الاهلي واسيب نادي سان داونز مامولودي سان داونز في جنوب افريقيا نادي مقرب جدا الى نفسي ومرنته 8 سنوات فكان صعب جدا ان اسيبه بعد 8 سنين واجي اسافر واجي مصر عشان امر النادي الاهلي. I think that shows how big Ali is. طبعا حاجه زي كده بتبين قد ايه قيمه النادي الاهلي قد ايه النادي الاهلي بيمثلني. And Ali is respected in the continent and is respected in South Africa. النادي الاهلي بيحظى باحترام كبير في القاره الافريقيه وفي جنوب افريقيا على الاخص.